الكلمة إلى الأستاذ محمد المنور عضو جمعية أجيالكم. تحية ثقافية للإخوان. هذه الطقيه تحية ثقافية للإخوان باسم أجيالكم. أتوجه بالشكر إلى الحدث 24 وموطن نيوز، وكذلك إلى الحضور الجميل ولمشاركتهم في هذا الحدث الجميل لكي أرخ الأستاذنا والمبدع ديالنا الكبير الأستاذ بوسلام القط، اللي كان اعتبره أنا شخصيا مبراسا أضاء بنوره الساطع على جهة الغرب ببحوثه بأبحاثه المتميزة التي أضافت شيء جديد لهذه المدينة الجميلة. فأتوجه من هذا المنبر وأقول سي بوسلام القط، نحن أبناء هذه المدينة نحبك ونطلب من الله العالي القدير أن يشفيك في هذا النهار، لأنه سي بوسلام تعذر عنه الحضور لهذا اللقاء لأنه مريض، وكنتمنوا له الشفاء والشفاء العاجل بإذن الله. وتحية للإخوان وشكرا. تحية مجددة وتحية خاصة إلى الأستاذ محمد المنور بهذه الكلمة التي عبر أيضا من خلالها إلى تقديره الأستاذ بوسلام القط. بوسلام القط القامة الثقافية والفكرية الكبيرة بمشرع بالقصيري، التي هي تنضاف إلى قائمة الكتاب الكبار الذين مروا في من جهة الغرب، خاصة الأديب المغربي والغرباوي والعالمي محمد زفزاف. إذن وصلنا إلى مرحلة النقاش وإنضاج هذه المداخلة بمشاركات وتفاعل ومداخلات أخرى تمكننا من فتح النقاش على أبواب جديدة، تمكننا أيضا من إضافات أخرى. لهذا فالكلمة مفتوحة عند من أراد أن يساهم في هذه الأمسية الثقافية التي جاءت كافتتاح الموسم الثقافي الجديد، والتي جاءت أيضا كمتنفس من زمن الاحتباس. هو فضاء فتح في وجهنا مرة أخرى. نحيي كل الإخوة والأخوات ونؤكد بأن مشرع بالقصيري ستبقى إن شاء الله إلى أن يرجع الله الأرض ومن عليها، من طراقا من أسماء الفكرية التي أثرت فيها. إذن حتى لا أطيل، المداخلات مفتوحة في وجه كل من أراد التفاعل. وأيضا بشكل خاص نوجه تحية إلى الحدث 24 وإلى موطني وكل المنابر الإعلامية وكل الإخوة والأخوات. ربما كلمة السي طارق كناش يفتتح تفاعله، أيضا اللي عنده أي مداخلة نجدد التحية والترحاب. مرة أخرى باسم المكتب الإداري لجمعية أجيالكم للثقافات والفنون والتنمية وشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب، نشكر الحضور الكريم، نشكر الأستاذ محمد بن عياد على هذه المداخلة القيمة اللي تقريبا نعطى فيها واحد العدد ديال السرد كرونولوجي تاريخي على التراث الغرباوي ومدينة مشرع بالقصيري بالخصوص. من خلال المداخلة ديال الأستاذ الدكتور سي محمد بن عياد،
اثار واحد النقطه اللي هي تاريخ مدينه، وتاريخ المدينه لابد اننا نرجعوا واحد عدد ديال المؤسسات اللي كانت مثلا منهم اعداديه بن وصال اللي تاسس سنه 1947. باقي كنتذكر في واحد اللقاء كان بالصدفه تلاقيت مع واحد السيده سميتها مدام لونا جيرمانو، كلكم واقيلا واحد الناس كيعرفوا شكون هو مسيو جيرمانو، كان هو اول مدير فرنسي في الثانويه في اعداديه بن وصال. فكانت ملي جات عند واحد السيده في ديور جداد راه تعرفها الاستاذه انوار نزها محسن، تعرفت عليها قالت لي بغيت نشوف بنو بصال. من مشات شافت بنو بصال باقي كنتذكر الدموع، بقات كتبكي. سولناها ماك يا مدام جيرمانو كتبكي؟ قالت لك انا وراجلي كنا جبنا واحد الشجر من البرازيل زرعناه في هذه البلاصه هذه، كنشوف انها تحيد باش يدار واحد الممر. يعني هنا كنشوفوا بان تاريخ مدينه مصر عبد القصير كما قال الدكتور بن عياد تم مسحوب بواحد الطريقه. الكنيسه مثلا كنشوفوا مجموعه من المدن المغربيه باقي محافظين على خلينا كنقولوا الاستعمار، ما تركه الاستعمار بالقصير. الا كنشوفوا حتى مثلا في شارع الحريه او كما كنسميوه مدينه باريس الصغرى اللي كانت كتعيش واحد الدمار. يعني كتلقى حتى ذوك البنايات اللي كانوا في واحد الوقت كنشوفوهم دابا ولاو امكنه ديال الخلاء ديال المتسكعين ديال واحد العدد ديال الاشياء. اللي تاريخ مدينه مشرع بالقصيري نتمنى كما كيديروا واحد العدد ديال المدن المراكز ديال حفظ الذاكره، او مثلا الجمعيات اللي كتختص بحفظ الذاكره التاريخيه ديال كل مدينه. نتمنى ان شاء الله المجلس البلدي الحالي والمسؤولين على تسيير الشأن المحلي انهم يعيدوا الاعتبار لهذه المدينه ويعطيوها قيمتها الاعتباريه، لان مدينه مشرع بالقصيري هي مدينه تاريخيه، وكما تنقولوا انها تاريخ التاسيس ديالها كما تاريخ تاسيس ديال مدينه القنيطره كما تاريخ تاسيس مدينه الدار البيضاء مجموعه من المدن. وكنشوفوا دابا واحد المدن اللي حديثه تاسست في السبعينات الثمانينات كنلقاو بانهم اصبحوا اليوم التنميه والازدهار ديالهم اكثر من المدينة اللي كنقول ان مدينه مشرع بالقصيري كتغيب عندنا واحد الثقافه سميتها ثقافه الاعتراف بالاخر، ثقافه الاعتراف بعضياتنا ما كنحبوش بعضياتنا. اذا ملي ما كانت عندنا كما كنقولوا الكبده على المدينه ما عمرنا غادي نزيدوا القدام، وغتبقى دائما الضحيه هي المدينه. كما تنقولوا انا كتبان لي بالقصيري بحال واحد المراه ومات ليها الراجل وبقى ولادها مزلعين، شي كيشرق شي تيغرب. هنا في تنقولوا خصنا ما يسمى باللحمه ونديروا يد في يد كمجتمع مدني كاحزاب نقابات جمعيات فعاليات ديال المدينه من اجل حاجه واحده سميتها مدينه كما كيقول السي بوسلام القط، مدينه مشرع ابن القصيري وليس مدينه مشرع بالقصيري. مشرع بالقصيري هي اسم فرنسي يعني، واسم حقيقي هو مدينه مشرع احمد ابن القصيري، سمت على ثلاثه ديال مشرع هو الممر، ابن هو ولد احمد ابن القصيري القصيري. إذن تاريخنا هو راه كنعرفوه كامل، ولكن مشكلتنا هو التوثيق ديال التاريخ. سي بوسلام القط راه المرض ماشي مرض ما مريضش عضوي، مريض لأن واحد العدد ديال الكتب أنا كنلقى واحد العدد ديال الرفاق وأصدقاء طلبة جامعيين في الإجازة ولا في الماستر ولا في الدكتوراه تيتصلوا بيا باش يقلبوا على المراجع ديال السي بوسلام القط في التراث الغرباوي، في ديداكتيك الفلسفه، في علوم التربيه، واحد العدد ديال الاشياء. وحنا هنا في بالقصيري كنلقى تقريبا واحد 90% ما قاريينش الاصدارات ديال السي بوسلام القط. علاش؟ لاننا ما كنبغيوش اننا نعرفوا تاريخنا وما كنامنوش بشي سميتها الاخر. اتمنى هذا اللقاء هذا، علاش اختارينا اننا نبداو بالتراث الغرباوي؟ لاننا حنا في جمعيه اجيالكم وشبكه المقاهي الثقافيه داخلين على واحد المرحله، وانتم كتشوفوا يعني بحضور الاعلام وبحضور الصحافه وبحضور التصوير هذه الامور باش نوثقوا شي حاجه سميتها تاريخنا، باش نوثقوا شي حاجه سميتها التراث الغرباوي، لاننا باش نعرفوا بتاريخنا وباش يعرفونا الناس كما قال الاستاذ مدينه سلا اللي قريبه لنا. راه كاين واحد القضيه في سلا، كاينه واحد الزنقه سميتها زنقه مشرع بالقصيري. اذا علاش الزنقه سماها زنقه مشرع بالقصيري؟ هو ان دابا اليوم كاين ما يسمى بالتكنولوجيا الحديثه، قد نعرفوا بمدينتنا ونوصلوها لابعد نقطه، ولكن كنتمنى الفاعلين والمهتمين بالمجال الثقافي والتراث والمجتمع المدني اننا تكون عندنا يعني واحد الغيره على مدينتنا ونديروا يد في يد
ونزولوا ما يسمى بالحقد والضغينه والكره، لان هذا الشيء داخل ما عارف نقولش التربيه وما نقولش ثقافتنا، وانما نقول هذا الشيء ما خصوش يبقى باش اننا نزيدوا لقدام. وشكرا الدكتور بن عياد، شكرا لسعيد، شكرا للحضور، شكرا للسيدات والساده اللي شكرا حتى للناس اللي متبعنا عبر اللايف، ونتمنى ان الاخوان يتفاعلوا ونخرجوا بواحد العدد ديال التوصيات في هذا النشاط، باش اننا حنا كجمعيه اجيكم كشبكه المقاهي الثقافيه مازال مقبلين على مجموعه من الانشطه اللي كتدخل في المجال ديال التراث الغربوي. وشكرا. شكرا مجددا سي طارق كناش. هي اللائحه مفتوحه في وجهه التفاعلات. الاخ امين امين ماشي انا بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الاستاذ بن عياد، الاستاذ سموح المنور، الحضور الكريم، اخت اخوان. تنشكر الاخوان كاملين، تنشكر الاستاذ سي بن عياد على اعاده لي قراءه ديال الكتاب، رغم انه كان يعلم انني قد قدمته مع الاستاذ القط، ولي الشرف كبير. ودات لي واحد الرؤيه اخرى اللي هي انني تيحسب لي الشرف ان تنسكن في مدينه مصر عبد القصيري اللي عندها واحد التاريخ زوين بماليه وبناسه. يعني وصلنا لواحد المستوى اللي ما كاينش كما قال الاستاذ بن عياد ديال الحضيض، مع كامل احترامي للكلمه ديالي. بغينا الناس ديال الرجالات ديال القصيري اللي كانوا في الثمانينات يحاولوا يجيو ويحاولوا ان هذا الخلف هذا هو يكون فيه واحد النفس ديال اعاده مجد ديال المشروع بالقصيري اللي كان فيه. هذه من جهه، ومن جهه ديال القراءه ديالي ديال الكتاب ديال سي القط، عنده واحد الارهاصات، واحد كما تنقولوا واحد انه عنده واحد الثقل ديال انه يعرف التاريخ ديال مشروع عبد القصيري اللي ربما حتى واحد ما شار له من غيره هو. و تنقولوا وصلنا لواحد هذا كما قال كان السير منور، كنا تنعرفوا المسرح، كنا تنعرفوا ناس ديال اللي تنذكروا بالقصيري. واحد الطريفه وقعت لي في واحد المؤتمر، كانوا تيقولوا منين انت تيقول لي انا من فاس، انا من هذا، تنقول لهم واش انا نقول لهم بالقصيري. ومن بعد تصور انا ملي قلت لهم بالقصيري كلهم تخبعوا تيقولوا لي انت واعر. علاش؟ لان بالرجال ديال بالقصيري انا تنتسمى ولد بالقصيري. ولكن دابا لما نقول انا ولد بالقصيري راه بزاف تيقول لك فين جات هذا بالقصيري. من تقول لهم بالقصيري تقول لك واش القصر الكبير. والله الا هذه القضيه هذه دابا دير لي واحد الحزه في النفس ديالي تيقول لك واش القصر الكبير. انا سيدي بالقصيري تنقول لك ما تنعرفهاش. وهذا هو السؤال ديالنا، فين غنكون؟ واش غنديروا؟ اش غنديروا حنايا اللي الخلف اللي تنهضر على راسي انايا، اش غنديروا لها؟ ونتمنى هاد من هاد المنبر هذا هو ويوصل ان شاء الله لهذا. نحاولوا كاملين كل قدر المستطاع ديالو اننا نعرفوا شكون هي مدينه مشروع عبد القصيري. راه عندها الرجال ديالها، عندها النساء ديالها، عندها الاطفال ديالها اللي هما تا هما مكونات ديال مدينه مشروع عبد القصيري. وتنقول مثلا مشروع كبار من المدن لانها تستاهل وخاصها تكون مدينه مشروع عبد القصيري. والسلام عليكم ورحمه الله. كيخص مدينة مشروع بن القصير ولا الكاميرا قدامك؟
بسم الله شام غادي نقول بان اولا بعدا نتكلم على الاستاذ القط اللي نهنا منه الكثير واستفدنا منه الكثير، لان انسان عظيم، انسان اعطى الكثير لهذه المدينه، انسان اللي كيأرخ التاريخ الحافي اللي كانت كتعرفوا المدينه في الثمانينات. واما بالنسبه للمدينه فالمدينه يعني دائما في تدهور مستمر، يعني عرفت واحد التراجع كبير على جميع الاصعده، سواء ثقافيه اجتماعيه، على مستوى التنميه فلا زلنا جد متاخرين، وهذا راجع لعده المجموعه من الصراعات اللي كيعيشوها بعض الفاعلين السياسيين. وكنتمناو من الله باش الاخوان يتجندوا ويديروا اليد في اليد وتكون لحمه واحده باش ندفعوا بهذه المدينه ونرجعوها للمكانه ديالها الحقيقيه اللي كانت عليها في الثمانينات. وشكرا.